فسدت. وده كان لقائنا مع الشيف رجلاء الشرشابي، اتكلمنا عن الاجواء اللي هتكون موجوده بكره في مهرجان الاكل بايتس باي ذا سي. وبالمناسبه النهارده بسنت كمان كان الحقيقه في فعاليات كتير جدا زي ما كنا بنتكلم امبارح. النهارده كان اليوم الثالث لفعاليات سباق السيارات الكهربائيه او رالي السيارات، اللي كان عباره عن سباق سيارات كهربائيه اللي مصنعها العباقره المصريين من طلاب الجامعات يا بسنت الحقيقه. ويمكن ده كان من اهم الفعاليات اللي موجوده، وكان بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ايضا كان في الحقيقه كمان النهارده الشامبيونز ليج للسيدات، وشفنا بقى حرفنه واداء عالي جدا 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 من السيدات، عشان دايما بيتقال انه البنات او الستات ما بيعرفوش يلعبوا كوره، فالناس اللي النهارده اتفرجت كلها غيرت رايها الحقيقه، شافوا حرفنه مش عاديه. ده غير كمان بقى انه كان في ماتشات قويه جدا بين الجمهور، ماتشات بادل بين جمهور مدينه العالمين كمان كانت بتتلعب، وفي كمان على المسرح الروماني. بس انت الحقيقه كمان في فعاليات كتيره جدا منها الفعاليات. بس خليني اقول لك على حاجه، للأوبرا. انا بجد مبهوره بمعلوماتك، بس عشان عايزه ارجع لشيف نجلاء، وعايزه اقول لك انا مبهوره بمعلوماتك عن الطبخ. يعني انت ما بينتيش قوي، بس الحاجات البسيطه اللي انت قلتيها دي بسطتيني والله، انك انت عندك معلومات، فانا حاسه انت بكره تنبسطي قوي في مهرجان الطبخ. انا اهم حاجه تاني، اهم حاجه تكوني بس من قلبك، عشان ده اكل مفيهوش زور. عارفه انت عارفه ده اكل يعني، فبس انت محتاجه اكمل معاكي. انت من اول البرنامج اهو ما شاء الله موجوده. لا بعد الشر عليكي، بعد الشر. لا انا بقول معلوماتك حلوه، انت موجوده معاكي بقلبي اهم حاجه. ده اكيد انا مبسوطه، لانه انا شخصيا يعني ابتديت اتفرج على شيف او كده مجبوره يعني في الفتره اللي فاتت، انما قبل كده ما كانش عندي اي معلومات، فعشان كده مبسوطه بيكي، يعني مبسوطه باللي انت بتقولي. هيجرالك ده موضوع تاني يعني، ده ممكن يجرب ان انا باكل كتير، ملهاش علاقه بيكي يعني، بس انا دعوه بيها بس بشكل عام. بسات كملي بقيه الفعاليات. طيب انا معاك حاجه، اتمني لي السلامه والخير يا بسات. بتمنى لك صدقني. في على المسرح الروماني عرض شباب كورال الاوبرا، وزي ما كنا بنتكلم كمان امبارح يا بسنت، النهارده كان في المنطقه الترفيهيه كمان بطوله كاس العالم لمراكز كاس العالمين عفوا لمراكز الشباب، وبطوله كره النساء الشاطئيه، وبطوله البادل زي ما كنت بقول لك، وكان في الارينا كمان كان رالي السيارات الكهربائيه. والحقيقه كمان في مسرحيه التلفزيون بتعرض على خشبه مسرح يو ثياتر، اما في الارينا خلاص فبدات الاستعدادات الاخيره لحفل بكره يا بسنت. طبعا في بكره حفل كبير جدا لمسار اجباري، باند مسار اجباري وحمزه نمره وسعاد ماسي. ودلوقتي جه ميعاد السؤال الاسبوعي بتاعنا، وانت بتحبي اغاني ايه لمسار اجباري يا فسانت؟ بصي كتير قوي، مش يعني مفيش حاجه حضرالي دلوقتي المسار اجباري بالتحديد، بس ممكن ما تخافش من بكره مثلا، او ولسعاد ماسي عشان هقول لك بحبها قوي، هقول لك كله مره واحده، ولسعاد ماسي غير انت، وطبعا حمزه نمره يعني اكتر حاجه بحبها فاضي شويه وتهبي يا رياح الحياه. انت بقى بتحبي ايه للثلاثه؟ انا بتفق معاكي في سعاد ماسي ومسار اجباري، حمزه نمره داري من اكتر الاغاني بحبها، ورياح الحياه كمان بحبها قوي الحقيقه. انه حمزه نمره كمان مؤخرا الاغاني بتاعته كلها قويه جدا، ويمكن لاقت استحسان الجمهور المصري والشعب المصري كله، وبقينا بنسمع على طول طول الوقت اغاني حمزه نمره، بيكون زي ما انت كنت بتتكلمي في المداخله الاخيره مختلفة، وليها بيكون ليها وقع مختلف على ودنا، يمكن هو ليه لون مختلف يا بسنت. وزي ما بقول لك يمكن خلاص الاستعدادات بالفعل على مسرح يو ارينا فعلا خلاص بدأت، ودي الاستعدادات الأخيرة. ففي الحقيقة يعني زي ما بنقول العمل جاري على قدم وساق في مدينة العالمين وفي مهرجان العالمين يا بسنت، أنشطة ترفيهية، أنشطة فنية إن كانت غنائية أو حتى إحنا متحمسين قوي يا جماعة إنك تنقل لنا بكرة فعاليات بايتس باي ذا سي أو الحفلة، لأنه الاثنين هما إيفنتس مهمة جدا وكبيرة قوي وكلنا مستنيينها، وأكيد أنت هتكوني هناك وتنقلها لنا. بنشكرك يا جماعة، شكرا جزيلا ليكي.